الخلف، هيعدي هيفوت، هيبص ولا هيشوط اتاخر للدحة. حلوه يا عالمي، اتحرقها طول تاني من جديد داخل منطقه الجزاء، لكن الشيخ بتقع منه الكره خطيره. مش عادي على طول تاني ليه عبد الرحمن الدح؟ عايز ياخدها لنفسه كده عبد الرحمن، يلعبها لاحمد اصلي تاني، هيلعبها من مره واحده ويشيلها. عرضيه حلوه واحمد علي خطيره، خدها لنفسه حلوه. الدح التاني، الدح التاني. يعني بقول الحمد لله، بقول مبروك لنادي طنطا، لعيبه، مجلس اداره، جمهور وجهاز. ثلاث نقط كانوا مهمين خصوصا بعد الخساره اللي فاتت بتاعت ماتش شبين، دخلتنا تاني برضو في المنافسه، و يعني بتلعب فرقه محترمه مع جهاز فني محترم. عملنا ماتش، انا يعني من وجهه نظري عملنا شوط اول يعني مش عايز اقول ممتاز، يعني ممكن اقول جيد جدا. خطا مننا يعني بعد احراز الهدف، خطا مننا دخل فرقه نابورو في المباراه. حاله التراجع اللي حصلت في الشوط الثاني انا شايف انها يعني حاجة طبيعية، اللعيبة عايزة تحافظ على المكسب. حاولنا ان احنا نمسك كرة ونهدي الملعب شوية ونعتمد على الهجمات المرتدة، بس ما كانش فيه نصيب ان احنا نجيب اهداف. الشوط الاولاني طبعا انا مش راضي على الشوط الاولاني خالص، يعني الشوط مش عارف كان فيه ايه، فيه رهبة، فيه ما تعرفش فيه ايه. الشوط الثاني كنا احسن وامتلكنا الكرة وامتلكنا الشوط الثاني كله، ضاع برضه فرص لنا، بس هي كرة كده يعني. اقول الحمد لله على كل شيء، فالحمد لله، والفترة الجاية يا ربنا يكرمنا ان شاء الله باذن الله يا رب. ابو اليزيد يلعب الركنيه وفليكس حدك فاتك من شيكو مره ثانيه لفليكس، فليكس محمود عبده، محمود يلعب الكره واحمد امين يتالق، محمود عبده، محمود لعبد الحسين بتلعب الكره لمحمد حموده او اللمسه العربي حسام، ادي الكره بقى علي شوقي، علي شوقي جون. الحمد لله على كل شيء، احنا بس بنقول بنحمد ربنا على الاداء بتاع اللعيبه، كان اداء كويس النهارده وكنا في حاله كويسه النهارده. لكن انا شايف حاجه مش كويسه، بس يعني مش هتكلم على حاجه، انا بس عاوز اتكلم ان في ممكن في شك ان في ضربه جزاء. مش هتكلم، ما بتكلمش على حكام ولا كده، انا شايفها انا من خلال الملعب، لكن لما انتم بتشوفوها من خلال القناه او من خلال مراجعه المونتاج وكلام من دوت، احكموا عليها بنفسكم. حتى احنا جبنا هدف في اخر المباراه، انا شايفه هدف صحيح 100%، هدف لان الراجل واقف مع الحارس على خط واحد او ورا الحارس كمان، مدافع والحارس والراجل بتاعنا لوحده خالص وحط الكره هدف، برضو الحكم برضو لغى الهدف مع المساعد. فانا مش عارف اقول ايه بصراحه، فاحنا بنحمد ربنا سبحانه وتعالى على النتيجه وعلى الاداء بتاع اللعيبه، كانوا رجاله النهارده. كريم اشرف على التنفيذ صوي شيخ اسلام على طول يلف الكره. مبروك لديكيرنس طبعا تاني للمره المليون، احنا مالناش دعوه بموضوع فرقه ديكيرنس، ربنا يكمل لهم على خير، احنا عايزين حقنا بس. انت زي ما انت شفت الحكم بيلن اول خسيت 10 ثواني ننزقين بعض من الفرقه الثانيه، يطرد عند المجد ويسيب الفرقه الثانيه، وزي ما انت شفت احنا بنلعب 10 شوط ثاني واحنا احسن بكتير. الحمد لله طبعا ربنا كرمنا الجهاز الفني وجرؤته وشغله اللي اتعمل والثقه، دي حاجه كويسه جدا. عوده الجماهير والفوز كان مهم جدا كاول ماتش او كاول مباراه على ملعب نادي ديكيرنس، مهم جدا الفوز على الملعب ده عشان حتى روح اللعيبه وثقه اللعيبه، وده شويه اثر على الاداء في بعض الفترات، ولكن في الاخر الحمد لله بشكر الجهاز الفني، بشكر اللعيبه الرجاله على روحها، بشكر الجماهير اللي جات النهارده، وان شاء الله بتمنى ان الجماهير تزيد الفتره اللي جايه. انا مبسوط ان احنا رجعنا لملعبنا، شكل الجمهور النهارده حاجه تفرح جدا، بهدلهم النهارده الفوز والمجلس الاداره. الحمد لله احنا سعينا للمباراه وعارفين فرقه المجد فرقه محترمه جدا، جايين من خساره فكان عندهم دوافع، لكن الحمد لله احنا دفعنا الدفع لينا احنا اكبر، ان احنا من حقنا وحق المشروع ان كل فرقه تنافس على الصعود. الحمد لله انا دايما اقول لفرقتي انت ما تفكرش في حد، العب انت واكسب واكيد ربنا هيهديك حاجه ثانيه، بس اتعب يعني لازم تتعب عشان ربنا يديلك. فالحمد لله بشكر اللعيبه النهارده، قدم مباراه بروح عاليه جدا، انت عارف ملاعب ترتان دي بتبقى مجهده جدا، لكن الحمد لله النهارده اللعيبه ادت بشكل كويس وادت بروح كويسه، استحقوا الحمد لله المكسب، استحق مجلس الاداره، بشكر جمهور ديكيرنس، واتمنى ان شاء الله باذن الله تعالى الفتره الجايه انا بتمناها والله يعني بالجمهور بالشكل ده، اتمنى ديكيرنس يبقى موجود في دوري العام ان شاء الله. ¡Gracias!
جندي ملعوبة عرضية حلوة. الله على الكرة، الله على الكرة، مش ممكن هنا. كرة غادرة، كرة غادرة، منظمة، هجمة منظمة، لعب عرضية.